هلا شباب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم عندنا تجربه اجتماعيه جدا مهمه. من خلال هذه التجربه راح نجيب شخص على اساس هو كان عايش بالخارج ويجي للعراق يعرض بعض المنتجات، وهاي المنتجات عباره عن مجموعه غذائيه، وراح نشوف مدى تاثير الناس بها وهل راح يصدقوها ام يكذبوها. مساء الخير، شلونكم شباب؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم عندنا تجربه اجتماعيه عن بعض المنتجات. يا اهلا وسهلا، استريحوا تفضلوا. تقدرون تفضلون ويانا تشوفوها؟ مرحبا بكم اليوم بتجربتنا الجديده اللي راح تكون عن هاي المنتجات الاجنبيه اللي تكون اليوم ويانا. I'm Ali. I'm come from Europe and proud. This project is used for slimming and skin white and hair loss, but it has side effect for in the future. So we encourage the promotion of this project on social media, because the social media is part for the media. فأنتوا تقدرون أنه تجربون هاي المنتجات بنفسكم حتى تختارون المنتج الصحيح لكم. هذا المنتج ممكن يساعدك على أنه أنت عندك فراغات بشعرك وشعرك بدأ يتساقط، فممكن أنه يحافظ على تساقط الشعر وينمي البصيلة. زين، شنو السايد افكت مالته؟ السايد افكت ممكن أنه يسبب آلام في الكلية أو آلام في المعدة، أو يشتغل بالعكس فيسوي تساقط شعر. بس هو مثل ما ذكرنا، بما أنه المنتج أوروبي ومثل ما عرفتكم عليه يعني أكيد بي فد رقابة على الصناعة الوطنية عندهم، فأكيد أنه يكون شغله صحيح 100%. شلون أعرف الضمان مالته والرقابة؟ تقدر تستخدمه وإحنا نعطيك به الضمان وتشوف النواتج على أثر صحتك. مو على أثر صحتك، لأن إحنا نعطيك به في هذا الضمان، فممكن تقدر تجربه بنفسك. تمام، مشكور صديقي. ممكن تدقق من وقتك؟ شنو رايك بهاي التجربه وشنو اللي استفادتها منها؟ اللي استفادته انه مو كل شيء يقولوه البرامج او المنتجات انه لازم نصدقه. ممكن انه يجيبون شخص يلبسوه ستره ويكشخوه ما ادري شنو، يقعد يحكينا كم كلمه انجليزي ويقشمر عينه في منتج معين، هذا راح ياثر على صحتنا بعدين. لازم بالاول انه نتاكد من المنتجات، نتاكد من الشخص، نتاكد من الشخص اذا كان يعني انه صحيح يبيع هاي المنتجات، انه هو كان دكتور المنتجات التجميليه مثلا، او المنتجات اللي يعالجون الشعر، انه هذا دكتور. وايد اصير يعني صفحات على الفيسبوك يروجون من هاي المنتجات ويقولون يعني جايبين واحد من برا يقول والله انه هذا المنتج انه احنا جايبيه يفيد يعني انه الشخص يستخدمه اي شيء، فاحنا يعني مو لازم نصدق قبل ومو لازم نجرب، لازم اكو تجربه سابقه، ونرجو من الاعلام العراقي انه ينوح على هاي الشغله، خاصه في ظل انه تفشي السوشيال ميديا، انه فشي صار دخل باي بيت وباي مكان بالعالم وباي دوله، فاحنا نحتاج تجارب دائما تنعاد على مود يزيد وعي الناس. احنا كعراقيين من الصعب شخص يخدعنا بحياتنا، لان احنا نسال الف سؤال اذا شخص قال لنا على شغله ما نعرفها. المفروض ما نخليهم ينصبون علينا بالميديا وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي. المفروض مثل ما نتشيك الشغله الف مره قبل لا نسويها بحياتنا، المفروض نستخدم هاي الطريقه بمعرفه مصداقيه الصور والاخبار والفيديوهات المنشوره. وترى الاخبار الكذب تاثيرها مو بس عليك وعلي، تاثيرها على امن واستقرار البلد كله، واحنا من واجبنا نحافظ على استقرار البلد ونزعزعه.